بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن أسئلة multiple question ب concept أو مفهوم الـ MVVM الـ Model View View Model عشان نقدر نفهم الكونسبت بتاعه بشكل أعمق وبشكل عملي. حلو، أول سؤال بيقول what does MVVM stands for؟ الـ MVVM اختصار لإيه؟ طبعا هل هو Model View View ولا Model View Controller ولا Model View View Model ولا Model View Presenter؟ طبعا إجابة C، Model View View Model. حلو، طيب what is the purpose of the View Model in MVVM؟ إيه الغرض من اللاير او الباكج اللي اسمها فيو موديل في الاركتكتشر ده؟ هل ان هي بتديفاين اللاي اوت ستراكشر لليوزر انترفيس لواجهه المستخدم، ولا كونتين ذا بزنس لوجيك اند داتا اوبريشنز فور ذا يو اي، ولا هاندلز يوزر انتر اكشنز اند ريسبوندز تو يو اي ايفنتس، ولا بتمانج النافيجيشن ما بين الديفرنت سكرينز الشاشات المختلفه؟ طبعا اجابه بي، الغرض من الفيو موديل ان هو بيحتوي على البيزنس لوجيك، اللوجيك الريليتد المتعلق بالبيزنس. حلو، اند داتا اوبريشنز المهام الخاصه بالبيانات فور ذا يو اي لواجهه المستخدم، عشان الفيو موديل ده بيستقبل ريكويست من الفيو يقول له انا عاوز اوبزرف على داتا موجوده عندك، فالفيو موديل يروح يكلم الريبو يجيب الداتا من الريبو. حلو، ويروح يبعتها للايه؟ للفيو. حلو، فهو وسيط ما بين الريبو وما بين الفيو. طيب what is the responsibility of model in MVVM؟ ايه المسؤولية او مسؤولية الموديل في الاركتكتشر ده؟ هل ان هو بيديفاين اللاي اوت ستراكشر اوف يو اي، ولا كونتين بزنس لوجيك اند داتا اوبريشن لليو اي، ولا هاندل يوزر انتراكشن اند ريسبونس لليو اي ايفنتس، ولا يمانج النافيجيشن ما بين الديفرنت سكرينز؟ طيب الموديل بيكونتين البزنس لوجيك والديتا اوبريشن لليو اي. حلو، الموديل بيبقى مسؤول عن ان انا بحط فيه الديتا. حلو، المسؤول ان انا اقدر اعمل اوبزرف عليها. حلو، طيب what is the role of the view in MVVM؟ ايه دور الفيو في ال MVVM؟ هل هو بي contain business logic and data operation لل UI، ولا بي define layout structure لل UI، ولا بي manage navigation ما بين different screens، ولا بي handle ال user interaction and respond to UI events؟ حلو، طبعا دور الفيو ان هو اجابه بي، بيديفاين بيعرف الاستراكشر بتاع واجهه المستخدم لليوزر. حلو، يبقى بيديفاين اللاي اوت ستراكشر اوف ذا يو اي. وات از داتا بايندينج ان ام في في ام؟ ايه هي الداتا بايندينج في الام في في ام؟ الداتا بايندينج هل هي تكنيك تو بايند يو اي كومبوننتس دايركتلي to data sources، ولا it is a way to handle user input in the UI، ولا it is a method for defining the layout structure of the UI، it is a mechanism for managing navigation between different screens. طبعا الإجابة إيه، هو عبارة عن تكنيك، آلية بستخدمها عشان أبايند الكومبوننتس بتاعت اليو أي، المكونات بتاعت واجهة المستخدم دايركتلي بشكل مباشر في الداتا سورسز. باخد فاريبل من الفيو موديل جوه الاكس ام ال، حلو، جوه اللاي اوت فايل بتاعي، ملف اللاي اوت اللي برسم فيه الفيو، وباخد الاسم المتغير اللي انا عرفته من الفيو موديل، وعرفت الديستنيشن بتاع الفيو موديل فين في البروجكت بتاعي، وببتدي استخدم ان انا ابايند الداتا، احط الداتا اللي انا محتاجها دايركت بشكل مباشر جوه الايه، جوه الداتا سورس، بدل ما اروح اعمل الكلام ده بشكل بروجراماتيك. حلو، طيب how does data binding benefit MVVM architecture؟ ازاي الداتا بايندنج افادت الاركتكتشر بتاع ال MVVM؟
حلو. simplifies process of updating UI components with data changes. It eliminates the need for a view model. Increase the complexity of the architecture. Reduce the flexibility of UI. طبعا إجابة إيه؟ هي بسطت البروسيس، عملية إنك تحدث عناصر الـ UI، الـ components بتاعتك، المكونات بتاعتك زي الـ text view، whatever الـ data اللي أنت بتعرضها وعاوز تحدثها with data changes. يبقى بسطت العملية دي، بدل ما كنا بنفضل نعمل set كل text بشكل بروجراماتيك، عملنا binding للـ data دي، once إن هي اتغيرت هتتغير بشكل اوتوماتيك في الداتا سورسز عندنا. طيب how does MVVM facilitate unit testing؟ ازاي ال MVVM بسط او سهل ان انا اقدر اعمل unit test؟ حلو. هل عن طريق ان هو by separating concern and making it easier to isolate and test individual components، ولا by combining all components into a single unit for testing، ولا by using only integration tests instead of unit test، ولا avoiding testing altogether؟ طبعا إجابة إيه؟ عن طريق إن هو عمل separating concern، عزل المفاهيم، and making it easier، وخلى أسهل إنك تأيزوليت، تعزل، and test individual components، وتعمل اختبار على components، كل component بشكل منفرد. حلو. ال MVVM سهل عملية ال unit test إزاي؟ إنك بقيت تست على ال business logic لوحده، ك ك ك ك ك كيونت لوحدها. حلو. والموديل كيونت لوحده، والفيو كيونت لوحده. فبقيت تست على الجزء الخاص بالفيو بشكل منفرد، تست على الجزء الخاص بالفيو موديل اللي هو البيزنس لوجيك بشكل منفرد، مش عامل كل الكلام مع بعضه وبتست عليه مره واحده. حلو. وده مبدا السوليد برينسيبل الاس، اللي هو السنجل ريسبونسابيلتي برينسيبل، ان كل جزء، كل لاير، كل باكج في الاركتكتشر بتاع الام في في ام خاص عن جزء معين او هدف معين. حلو. فده بالتالي سهل عليك التستنج، انك ما بقتش تست على مليون حاجه في نفس الفايل، لا، كل باكج خاص عن جزء معين بتستو بشكل انديفيديوال. حلو. طيب which component of MVVM is most commonly tested؟ انهي component، انهي مكون في مكونات الاركتكتشر MVVM اكتر جزء بيتعمل عليه testing؟ هل هو الموديل، ولا الفيو، ولا الفيو موديل، ولا الكنترولر؟ طبعا الفيو موديل. how does the view model communicate with the view in MVVM architecture؟ ازاي الفيو موديل بيتواصل مع الفيو في الاركتكتشر ده؟ حلو. هل من خلال direct method call from the view model to the view، ولا through data binding and observable properties، ولا من خلال event listener attached to UI component، ولا من خلال callbacks اللي بتبصيها من الفيو للفيو موديل؟ طبعا إجابة B، من خلال استخدامنا للdata binding and observable properties. بتعمل الproperties اللي موجودة عندك في الفيو موديل، حلو، observables تقدر تأوبزرف عليها جوه الفيو. What is the purpose of live data in Android؟ إيه الغرض من live data في الarchitecture MVVM؟ هل ان هو يريبريزنت سنجل فاليو ذات كان بي اوبزرفد فور تشينجز تو هاندل اسينكرونس اوبريشن اند ابديت ذا يو اي اكوردنلي تو مانج ذا نافيجيشن بتوين ديفرنت سكرينز تو ديفاين ذا لاي اوت ستراكشر اوف يو اي؟ طبعا اجابه ايه؟ الغرض من اللايف داتا ان احنا بنريبريزنت، بنعبر او بنمثل عن اللايف داتا دي ان هي سنجل فاليو، حلو، قيمه single that can be observed for changes، اقدر اوبزرف عليها جوه الفيو على التغييرات اللي ممكن تحصل فيها. How does the view model survive configuration changes in Android MVVM architecture؟ ازاي ال MVVM او الفيو موديل ساعدني في حتة ان لما يحصل configuration changes، زي ان انا مثلا عملت rotate للسكرين، حلو، الديتا اللي عندي ما تروحش.
ليه هتروح؟ لان هو المفروض بيتنادى على اللايف سايكل من اول وجديد، اول لما بتيجي تعمل روتيت للسكرين، فبالتالي بيريكرييت الاكتيفيتي بتاعتك من الاول، فالداتا اللي موجوده عندك بتروح وبيتنادى عليها من اول وجديد. حلو. طيب ازاي الفيو موديل ساعدني في الجزء ده؟ هل عن طريق using retained fragment to hold the view model، ولا by storing the view model instance in a static variable، ولا by using the view model provider and view model store owner to create and retain the view model، ولا by passing the view model instance as an argument to the onSave instance method؟ طبعا إجابة C. حلو. عن طريق استخدام الـ View Model Provider والـ View Model Store Owner عشان يكريت ويريتين الـ View Model، فبالتالي أصبح الـ View Model Aware بالـ Life Cycle. حلو. فبالتالي الداتا اللي عندك مش بتروح، بيفضل محتفظ بيها. What is the purpose of repositories in Android MVVM Architecture؟ إيه الغرض من الريبو في الـ MVVM؟ ودي شرحناها في فيديو الـ MVVM. حلو. هل ان هي بتديفاين اللاي اوت ستراكشر، ولا بتهندل اليوزر انتراكشن وبتريسبوند على اليو اي ايفنتس، ولا بتمانج النافيجيشن ما بين الشاشات المختلفه، ولا بتابستراكت الداتا سورسز اند بروفايد ا كلين اي بي اي فور اكسسنج داتا؟ طبعا اجابه دي، ان هي بتعمل ابستراكت للداتا سورسز وبتبروفايد بتوفر لي كلين اي بي اي ان انا اكسس الداتا. وظيفه الريبو ان هي بتروح تهت ريكويست للاند بوينت بتاعتي، حلو، عن طريق اليو ار ال اللي انا بحدده، وبترجع لي الريسبونس، بترجع لي الريسبونس بتاع الداتا بتاعتي في الاون ريسبونس ميثود. حلو. و بقدر بعد ما استلمت الداتا من الريبو اقدر اخد الداتا دي على طول بشكل جاهز جوه الفيو موديل، عشان الفيو موديل ده، حلو، اول لما يستقبل ريكويست من الفيو يقول له انا عايز اوبزرف على الداتا، يقوم الفيو موديل يروح يكلم الريبو، يجيب الداتا من الريبو ويروح يبعتها للفيو عشان يوبزرف عليها. فهو وسيط الفيو موديل ما بين الريبو، بياخد الداتا من الريبو يروح يوديها للفيو لما الفيو يطلب منه ايه، ان هو يوبزرف على داتا عنده. طيب what is the two way data binding in MVVM architecture؟ ايه هي طريقة ال two way data binding في ال MVVM؟ it allows data to flow only from the view model to the view. it allows data to flow bidirectionally between the view model and the view, so changes in either are automatically reflected in the other. it allows data to flow only from the view to the view model. it prevents data from flowing between view model and view. طبعا اجابه B. it allows data، بتسمح للبيانات انها تفلو، تتدفق بشكل باي دايركشنالي، ثنائي الاتجاه. حلو. يعني البيانات بتتدفق بشكل ثنائي الاتجاه ما بين الفيو موديل وما بين الفيو، بمعنى ان لو في changes، لو في تغييرات حصلت in either، يعني يا اما حصلت في الفيو او حصلت في الفيو موديل، or automatically بشكل automated يعني بشكل تلقائي reflected in the other، بتنعكس على الايه؟ التاني. طيب اخر سؤال، How do you implement two-way data binding in Android؟ ازاي تنفذ two-way data binding في الاندرويد؟ هل باستخدام live data objects، ولا باستخدام observable fields في view model، ولا by using add bindable annotation in the view model، ولا by using the two-way binding attribute in XML؟ طبعا اجابة دي عن طريق استخدام two-way binding attribute في ملف ال XML. دي كانت الأسئلة عشان نفهم concept ال MVVM بأسئلة multiple questions.